سويق الفيتا انا على السوق السمايق ليك سويق شان نغري نوس سويق وما در خالد خمسة إن غين داري وانت سويق لقيش حاشت النغري ومونان السوق راح قنق نعم الصغار الغين كارين حياني أسبسا خالد خمسة عندي كان غني وصغيرا نغن عاد تانية ما إنا شنمار نسقات فياري وباش تيرم على بال شتو غنستعد الشكلة تواصل السكينة السنه هو الضرية وإذا به وكيل الملك يتفاجأ سجن سجن قارة بصباح وشا واش خلو مال الخباس الكلمة اللون بيوت حمارة من تيس القضية النيو ولكن وكيل الملك عند سقان الشين يرسخ مفهوم دعاد أنا ذي المغرب إن شبه السادس يستنى عرقين في المستشارين كين ديس منتدى الدولي العدالة الاجتماعية يسكس تعبرات الناس لا وقال المغرب أقل مليح المغرب أقل مليح الشعمار أقل مليح تعبرات يسكي تخوع على النخ الدول العظمى يقاس المغرب أقل مليح أكسي غادي غادة عليك العدالة الاجتماعية خصها وارد واش نقبوا ياتي اصلا شي نتسمي على المخص ولا كي تسمي مخخات على الشمس اللي هي خير هنا من فجاه السنه هو القضيه والنقصه ديال نشا مواد اش نشربو اش نشوف مواد بسيط على اعتبار انه وقت ديال الشنا المتابعه على الملف هذا خير ما هو القضيه وتسلمي لي وقع تسلمي مسكين ولا خالي شي غادي تبع راس السنيف ولكن تسلم حوايج النغلي وإن هذه مطلوب معنا السلام عليكم معنا الحقيقة أنه يتسمى بيبلاكس أنه يتسمى الشكل اللي غالي في حقه في التوقيت المناسب لأنه هو تعدو عام تقريبا هذا زين ساعة شكواني غاخ يتسمى الخبر النهائي زين المحامي يلقى بأنه السيد وحكي الملك يقرر الحفظ للقضية يوم الثلاثاء خالد خبزة يعني ذانيتا علامة استفهام يعني طم قرنت وعلامات الاستفهام يعني كيفية اشتغال جهاز القضاء أمام يكمل لأنه يتمنش كمواطن عادي وفهم خشير تصدير قانون تهمة ثابتة وحتى وفق التامين القانون دارك تهمة ثابتة ولكن والصير ما شفهم انتي بسرحين السادة موسيلو النيابة العامة ما راح يقن فعلا يتم استيطاع النيابة العامة في الوطن ونيتا نخ القضية مش تسلم تغطي يتم ذقية التحقيق كاين مدة معينة مع 9-2 كاين الإحالة الدارك الملكي الملك خواتي الملك وكيل الملك زين عندي تقر نهار البضاعة تما القرار اللي تقضي القضية الملف كاملا وغادي تشا لأن تما المحامي يلاه هو الشيعة غادي توصل الملف وغادي الملف كامل تما من الشهود ما إلى آخره المحاضر كلشي ولكن غادي فقط إذن محضر يعني يسلم فقط لتسجيل الوفاة يعني هذا التقرير الإخباري قناة التقرير الإخباري اللي كان الدارك الملكي يعني يعني لحد او عن الوفاه انه ما تنخ خالد خزاع يعني مش تسمطق عليه السفر نتي التقرير هي كي تنع يعني التقرير الاولي كان التقرير اخباري في اللغه القانون بس مجموعه من المعطيات يعني افتديني غير الجماهير ولكم واسع النظر مش قرنش غير من غير في القضيه ولكن لكم واسع النظر الفريق بتفصيل هو التقرير الاخباري باش تسمعوا تاريخ كلامي يطس ما يتحتاج شوية قراءة على العموم فالتقرير الإخباري مرة دي فيسبوك يا كوبي نسكاني يعني فيسبوك دي موقع التواصل الاجتماعي مرة يعني شخص نطبع نمو حرفيا إن شيء يؤسفني أن أخبركم من هي قسي حمد إسقى حمد لجودة ميضة إلى جانب وكيل العام لدى المحكمة الاستئناف بالنظر الموضوع تقرير إخباري حول وفاة شخص من جنس ذكر إثر سقوط عرضي سقوط عرضي تما هو ضدوا رغم الشيء اللي وقعنا منه سمحت سقوط عرضي مسار زعما شي بات ندير في الطوري تموت امني خصنا نروح نتا سقوط عرضي بالعنوان ان شيء يؤسفني ان اخبركم انه بتاريخ 23/1/2016 على الساعه 8 مساء 6:30 مساء مزيان بمكتب مركزنا توصلنا بمكالمة هاتفية من طرف رئيس الدورية التابعة لوحدتنا المساعد محمد سامير بمعيته الرقيب مصطفى مجوغان الذين كانوا مكلفين من طرف قائد المركز بزيارة للقطاع رقم 5 بالقيم والنواحي والقطاع رقم 7 بوذينال والنواحي مفادها أنه أثناء عودتهم
صعود الوحدة مرورا بمركز بنطية أثار انتباهه وما شخص مشكوك فيه علامة دراجة نارية نوع دير في سوداء اللون وبحوزته حقيبة. هذا الأخير بمجرد رؤيته للدورية لاذ بالفرار تاركا وراءه الدراجة النارية وكذا الحقيبة التي كان يحملها بعد تفحص محتوى الحقيبة. تبين أن بها كمية من السجائر المهربة مختلفة الأنواع تتكون من 57 علبة سجائر وكذا كمية من مخدر الشيرة حددت بعد وزنها في 140 جرام. علبتين من الأقراص من نوع فليوكسيتينا تحوي 20 قرصا وعلبتين لأوراق النيبرو والخاصة بتلفيف وتدخين الشيرة حيث تم الاحتفاظ بالمحجوز إلى حين العثور على صاحبه الذي لاذ بالفرار. آنذاك تكلف الرقيب أول مصطفى الزغار بحراسة الدراجة النارية فيما توجه رئيس الدورية بحثا عن الشخص الفار عبر الأزقة. بعد قيامه بنظرة شاملة تبين له أنه لا يوجد أي أثر للشخص الفار. بعد ذلك أشار له أحد المارة إلى الزقاق عبره الشخص الفار واستخسر التام. بعد دخوله إليه شاهد باب إحدى العمارات مفتوحا توقف بجانبه للحظات فسمع صوت أطفال وإمرأة يصرخون قادم من داخل العمارة. أمام هذا الموقف انتظر للحظات إلى أن قدم أحد السكان ويتعلق الأمر بالمسمى ما نقولش الاسم أحد سكان العمارة وطلب منه التأكد ما إذا كان شخص ما قد ولج إلى داخل العمارة. هذا الأخير أذن للدارك بالصعود إلى سطح العمارة من أجل التأكد بنفسه إلا أنه رفض ذلك بدعوى أنه أمر مخالف للقانون ليلتحق أحد الساكنة المسمى كذا وقع شيء اسم الذي كان يهم بالصعود. ذهب الاثنان من أجل تفقد درج العمارة وسطحها ليعود ويخبر الدركي أنه لا وجود لأي شخص غريب عن العمارة. بعد ذلك عاد المساعد محمد سمير أدرجه نحو زميله الرقيب مصطفى الزغار الذي كان يحرس الدراجة النارية والحقيبة. وبعد مهمة الدورية بمغادرة المكان التحق بهما المسمى كذا أحد سكان العمارة بالدورية وأخبرهم أن هناك شخصا ساقطا على الأرض خلف العمارة التي يسكن بها وهو في حالة جد حرجة وقد يكون الشخص الفار لتحل الدورية بعد ذلك مباشرة إلى عين المكان. وبعد معاينتها للشخص الساقط أرضا تبين لهم أنه الشخص الذي لاذ بالفرار وأن حالته الصحية تستدعي نقله إلى المستشفى ليقوم رئيس الدورية بالاتصال بسيارة الإسعاف التي حضرت على الفور وتم نقل الضحية إلى المستشفى الحسن بالنظور قصد تلقي الإسعافات اللازمة. وفي مجرد عرضه على الطبيب المداوم بالمصلحة الصحية السالفة الذاكر أكد لهم أن الضحية فارق الحياة متأثرا بإصابته. واخا غني تستحق اثنين حوايج إذن للدركي خلف العمارة غاستي تزور خشاك في قسم ستة. بعد الوصول إلى مكان وقوع الحادث حوالي الساعة التاسعة وجدنا حشدا غفيرا من الفضوليين وبعض أعوان السلطة المحلية استفسرناهم عما إذا كان من بينهم شاهد عيان على واقعة السقوط. لم يتقدم أمامنا أي أحد قمنا بفرق الحشد لنتوجه إلى مكان سقوط الضحية ويتعلق الأمر بالمسمى قيد حياته خالد خزاف محمد بن شعيب بن محمد مغربي مزداد بتاريخ كذا إلى آخره. بعدما تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الحسن بالناظور بواسطة سيارة الإسعاف قمنا بإجراء حملة مشيتية بحثا عن الدراجة النارية إلا أننا لم نتمكن من ذلك. وبعدها بشرنا المعاينة نفس اليوم على الساعة التاسعة والنصف ربطنا اتصالا هاتفيا بالأستاذ عبد الحميد المهدي نائب سيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالنظر أخبرناه بالواقعة فأعطى تعليماته بتحرير تقرير إخباري في الموضوع وفتح بحث في النازلة والاستماع لكل ما يفيد في البحث مع الاحتفاظ بالمحجوزات. نفس اليوم على الساعة 10 ليلا تقدم أمامنا المسميين كذا الحاملين بطاقة التعريف الوطنية كذا القاتلين بالعمارة التي ولجها الهالك. وبعد الاستماع إليهما في الموضوع حيث أكد لنا الأول أنه بعد عودته من مقهى حوالي 7:30 مساء إلى المنزل وجد عنصرا من الدارك الملكي ببلده الرسمية
بجانب باب العمارة على متن سيارته وأخبره أن أحدا ما قد سعد إلى سطح العمارة، كما أخبرنا أنه بينما هو رفقة الدركي قدم المسمى كذا أخبره بدوره عن الشفار طلب منه الصعود بنفسه والتأكد، إلا أنه رفض ذلك بدعوى أنه ليس من حقه ذلك قانونيا. سعد المسميين كذا وتفقد سطح العمارة، إلا أنه لم يعثر على أي أحاديثه وأخبار الدركي بذلك. كما أكد لنا أنهما بعد مغادرة الدركي وأثناء صعودهم الأدراج نحو مقر سكنهما بالعمارة استفسر أحد الأطفال الصغار من أبناء ساكنة العمارة عما إذا كانوا قد شاهدوا شخصا غريبا يصعد إلى السطح، فأكدوا له أنهم شاهدوا فعلا شخصا غريبا يجري صاعدا إلى السطح. وبعد مرور مدة قصيرة لم تتجاوز 5 دقائق حتى سمع المسمى كذا صراخا خلف العمارة، وخرج لاستطلاع الأمر ليتفاجأ بوجود حشد كثير من الناس والكفين حول الشخص ممتد على الأرض وهرول على البول ليخبر الدركي بذلك، ليحضر عنصري الدورية إلى عين المكان وتقبلوا فهي بالاحترام والتقدير كذا. غرفتي دمو حرفيا تسمى نقلا بكل أمانة تسمى من الجديد ورفين الجماهير مرة. يعني أول ملاحظ غريب حصول اختفاء أن المسمى أحمد كذا لجودان ديالنا بيجي أحمد العباد، حتى أحمد العباد أصبح متهما في هذه القضية. هذه الملاحظة الأولى على التقرير الإخباري، لأنه كاين محاولة طمس معالم جريمة، كاين محاولة يعني كنقولوا يدرج على صاحبه في الخدمة، كاين ما يسمى في لغة القانون خيانة الأمانة، وهذا الشيء غادي نفندوه وإن اقتضى الحال بتصوير أفلام وثائقي على هذا الحديث ونشوفوا هذه الرواية اللي جابها السي أحمد واش كيقبلها المنطق ولا غير جابها باش يعني يضرب على أصحابه. زياد، الملاحظة الأولى كتخص التوقيت ديال الأحداث. على الساعة 8 مساء جاء اتصال كيديروا له إخبار اللي راه وقعت شي حاجة في بنتي بشي واحد راه طاح، يعني مرمز داسي اتصل سمير سلا جوتان غا 8، يعني السنة نساور ثاني تا الشرطة يعني الشرطة القضائية يعني السن من إذا كانوا التحايل الأول هو على مستوى التوقيت الأحدث، لأنه مرزي 9 تساوت عالم مرزي 9 قبر على مخر نثني حول ما يمكن ذي راكر قانون يوقع ذات تلاعب توقيت الأحدث. على الساعة 8 مساء تصل بزايد، على الساعة 9 مساء لا يوصل البنتية وكأنه وجه من وجدي وش من مدار البنتية خصو ساعة ديال الطريق. هو على الساعة 8 جاء اتصال وانطلق على الفور، وفق الرواية ديالو انطلق على الفور جا البنتية وصل مع 9، وكأن احنا عايشين ما عرفتش بلي كان غير 14 كيلومتر بين مدار البنتية، مع انه الحادث وقع في السطر البنتية وهو كاين في السطر المدار 14 كيلومتر بالتمام والكمال، دار فيها امسي ولا جودة ساعة كاملة. وفوقاش اتصل بالسيد وكيل الملك الساعة 9:30، هذيك ما فيها ما عندك فيها ما تكتب، داكشي علاش قلتي الساعة 9:30 لأنك خبرتي وكيل الملك، ما جاتلكش تقول راه اتصلتيك مع 7:30 واتصلتي معاه في 9:30، ما كون قلتيش في 7:30 اتصلنا بالسيد وكيل الملك، ولكن ما قلتيش في الدلال قلتي الساعة 9:30 اتصلنا بالسيد وكيل الملك، وعلاش ما اتصلتيش فيه مع الساعة 8؟ بلي عرفتي بلي كاين أحداث، لو كان الأحداث وقعت مع 8 نيشان علاش ما اتصلتيش بالنيابة العامة وتخبرها يعني بما حدث على الساعة 8:15 أكبر تقدير، يعني علاش بقيتي حتى 9:30؟ أنا كنقول بلي الأحداث وقعت مع 9:30 ماشي مع 7:30 كما بغا يقول السي بشي أحمد في التقرير ديالو. واخا مزيان قالك بمجرد رؤيته للدورية لا ذا بالفراش، يعني غير شافو هرب. هنا كنقول حنا عندنا شهادات كتثبت العكس وغنقدموها للنيابة العامة، عندنا شهادات كتثبت أنه السيد ما هربش ديريكت وإنما شدو عاد هرب عاد يعني وقعت أحداث أخرى. مزيان قال لك لقاو عنده 140
غرام ديال الشيرة وعلبتين من الأقراص من نوع اليوكسيتينا. التعليق ديالي هاد الهضرة هادي قالت موجهة للرأي العام، موجهة للناس ماشي للنيابة العامة. ما السيد حيت توفى لا داعي انك تلصق له التهم، وحنا كنعرفو مزيان خالد فزا، حنا راه في طنطيام، راه 13,000 نسمة، راه ماشي مدينة ديال الدار البيضاء باش تهدر لي على خالد خبزة كيما بغيتو نطيقك. خالد خبزة راه كيعرفو أي واحد في المنطقة كيبيع الديطا كيبيع الكارو، باش تقول لي راه كيبيع في اليوكسيدينا. فأنا كنقول بأن أصلا هاد الظاهرة القرقوبي أصلا ما كايناش عندنا في بنطي، باش نكونوا واقعيين ما منتشرش في بنطي، منتشر المخدرات الصلبة ولكن القرقوبي ما منتشرش في بنطي، باش نكونوا واقعيين. وأحرى أنه يكون خالد خبزة هو اللي كيبيع يعني هذا، ما عرفتش انا في اليوكسيدينا ما عمري سمعت فيها، ولكن هما داروا هذا مزيان. حنا كنعرفوا هاد العناصر، يعني ماشي صعيب عليهم انهم يدبروا في جوج ديال الباكيات ديال الدواء من شي فارماسيا مثلا، ولا يدبروا شي 140 غرام ديال الحشيش من واحد البزنس اخر كيتعاملوا معاه باش يديروا هذا تما في السلعه. هذه مساله واضحه ولكن انا ما كتهمنيش، وحتى وان يكن لقاو عنده داك الشيء فبالنسبه ليا ماشي مبرر باش تقتلوا. ولا عندك معاه شي قانون ديرو، انا وضح ليا غير شنو درتي انت في الخدمه ديالك، ملي قتلتيه كي صرات في الخدمه ديالك انت قتلتيه، الا كانت هذيك الخدمه ديالك. ما حنا كنعرفوا بان لابكيجي ديال المدار راه كيكونوا في الطبيب بدون ما يكون عندهم ما، واخا هذيك في يدكم ماشي في يدنا حنا. قال لك زعما ملي جرى عليه اشار له احد الماره الى زقاق دخل عبره الشخص الفار، زعما شن الجن اسمه راسي سمير الناس قوني عرني عور الساعة زيشان الزقاق عمو زقاق اسمه راسي الناس قي عور الساعة. بعد دخوله إليه اسمه يفغى الزنقني انت سمير شاهد باب إحدى العمارات مفتوحة يفاش طوى التعظم، سبحان الله يفاش طوى التعظم إنش توقف بجانبه اللي لاحظت، فسمع صوت أطفال وإمرأة قادم من داخل العمارة أمام هذا الموقف انتظارا للحظات إلى أن قدم أحد السكان ويتعلق الأمر بالمسمى كذا وطلب منه التأكد إلى آخره. مزيان روح اثنين أقش مش تدي والتقرير باش تنشعر حسمازير روح التسامير ياس ويسين ميسي كوني ويسين ميسي كي تزر دوانس مش ويسين ميسي كذا الحظان يوم يقول ذي أدى أرميسين نيجين أقش قد في الزنق ثلاثة الزنق ليس السمروه ماشي انت سامير يوزر، سبحان الله يبدغوارني يتسرع يستعدي الدروج يحنجاني مزيان نطمغاه يوركس كيدي مليح يراجع مسكين سامير يراجع يبقي مركب ترانيا ويتسرع معنا يحنجاني يبقي متراجع ارمي يوزر يشنسكني كديني زدغل يهوى تلي الدروج ينسقي عوريدي شدغزة تغزة خيلا موي قاعدين دي العمارة اللي دني واللي مسكين غني يهنس شنو هاد لهم شاه لانه وقع وين دارك وين ضابط شرطه قضائي وين ضابط مواطن عادي يقعد غسطح يوفى الدعوه تسقع يا وادي الناس ودي قوايا والو وادي والو ان السميري وستيس يعرف يوجو يعطى شوي واللي قعد دي الدروج يتسلى دي تغوي يدي باري ولا نور لا 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 يا واد عاود يوفى السيديو غادر ومي قعد ومي قاعد تنيني الشوري خاصني اعتمد لانه حشا ناس تحت الشوري ديال الصوت ومي قاعد سامير ذي الدروج ودينو فين حد ودينو فين حد وعندنا ناس ولا حد بمعنى يعني خالد شي وضات مادام خالد شي وضات شتو مي توسي تقعد بزنق سنيت الزردة وانا سينا شي زرد الساعة شتو هو نتسري ذي حنجاني مزيان وتسري شي وني تيوفان سيري لي حجاني مزيان ديال الدروج وتسيري لي بنامي وغازي تروز يا ميطاش الزر تعرفناش وسبحان الله هاني تا مين فهم خنش فهمك ان سمير ومي خاص يوزري قعد ديال الدروج او علي خالد يوضات خالد اي هو سمير مي صنحرة ضابط شرطة قضائية مين غير كيخصص هذه في كل مشكل يعصص القهوة في حشاية سنتي سحاب السكنان يعصص القهوة في الكيميتراجا ارمي دي هو ونين نسغزغزر موالين حد يسال من يقعد
وهذا سخش عن حاوة تانية ما ينمر ثانيا إن جوا أخباركم وأخبارهم أن هناك شخصا ساقطا خلف العمارة خلف العمارة استخر هنا ماشي خلف العمارة خلف العمارة هي هنا ما خلي طاح بالجر ديال الباب ما طاحش خلف العمارة باش ما نوهموش النيابة العامة في الأوراق ونجيبوه بأنه طلع من واحد الفساد وطاح في واحد العالم آخر طاح جانب الباب وخصو هاد سمير يشرح لنا كيفاش هو ما سمع لا صوت لا شاخير هذاك اللي كان كيموت لا من اللي طاح لا من اللي طلع سمع غير الأطفال في الدروج ومشى بحالو عاد قالوا له راه مات عاد يعني كيف هاد خلف العمارة هي اللي غادي تورط هاد الجدل لأن هنا هادي راه محاولة صريحة ديال إخفاء معالي الجريمة والتلاعب بالدين وحنا عندنا القضاء اللي غنتجهوا ليه ماشي غير القضاء غادي نوصلوا واحد الفكرة أخرى كذا إذا أخا موتي دوي يعني موتي تدوير أخا أنت تسمع موتي تدوير وزر نتخبنا ذام السرعات يسمح لي السرعات يا أوراسان السرعات نيت كم غاسي جو داركي جيت بعيد ويسين من يقعن أرمي جيت سرنا نسقى يموت موتي دوي ويسين تسمى من يقعن أرمي تسرى يموت يعني عموما الشهادة نيوذان المواطنين مرة عكس بيوية ثانيتا وقامت يسمى خصاص نفوين يعني قاخ ملاحظة هنا ملاحظة هنا نشوج على المحامي لا الوكيل الملك لا مختص منايا غير ملاحظة بمجرد الزاد التوريقي تبانش ملاحظة تلاعب علمي كيف أن النيابة العامة وقت شي ولا ديجل اسماء وهبني شيخ منايا بان اسمو شي عادي الله أعلم الله أعلم النيابة العامة كيف تشتغل والقاضي العيني ووكيل الملك المعزول فتحي هما اللي كيعرفوا مزيان كيفاش كيشتغل يعني كيفاش كتشتغل النيابة العامة في المغرب بالمناسبة ملي رفعنا الشعارات الهيني قاضي معزول فتحي كان وكيل الملك معزول هما اللي رفعنا عليهم الشعار وحييناهم في الشعار ديالنا باش الناس يعني تعرف شكون هما هاد الاسماء بالنسبة لمصطفى وسمير هادو جوج لافيجي اللي تبعوا سميتو خالد خزا يعني في الحديث وحمد هو الجوزة ديالهم لافيجي يعني هذا توضيح بخصوص الاسماء يعني وكيل الملك دار الحفظ للقضية احنا المحاماة ديالنا يعني قالوا انهم غادي يفتحوا القضية ابتداء من يوم الاثنين المقبل من جديد لانه يعني هذه الخدمة ديال الدارك يعني المحاماة اللي حتى الان باقي ما داروا حتى شي اجراء نهار الاثنين القديم غيديروا اجراء اللي كنقول كلجنة المتابعة ديال الملف انه اصبحنا في حاجة اكثر من اي وقت مضى بالنسبة للشهادة المواطنين يعني تمني انه ما راهو نزلين شي حاجة زين مش هاد النيوق عند نهاني 23 زي واحد غادي تقدم غا خيو اصلا يعني وشينا في واحد بانه قدم شهادة نسن ما طلب منهم بذلك يعني مرميمة ولكن شي مري نوفا ما راهو نزلين شي حاجة هادي سي تما اخاسي اتي ديالي باش تجيبوا المجال امام النيابة العامة انه تنص اللي تما زي المتابعة اثنين اداركي في بطريقة وبأخرى فالعدالة ستتحقق فالعدالة تتحقق قانون الطبيعة العدالة والله ما تحقق وخا يستمر الظلم اللي خطرا ولكن العدالة تتحقق شو من بدأتها من خزاني ما يمكنش تنغيط تتحاسب شو من دا دورك كاس مش تصدير هذه الميل في نتين تتحاسب تنغيط تتحاسب وما علي معاد ماني ما نفسيت ما رنشي ما رنشي ما رنشي ما تحشل لذلك جلجنا المتابعة قاف بأنه قاف باش يتسمى لأنه حتى ولو يتسمى يتمثل باش واخد تاني مو فكرة خطيئة لأنه وخا تقرير الإخبار الملايين دايس وخا قرر الحفظ في النيابة العامة مع كامل الإدانة القرار ديالنا بما أنه المجال مازال يعني مفتوح أمام المحاماة تركي لأن يدي الشغل نزل هيئة الدفاع عن الشغل نزل والدفع في القضية لذلك تشين التزاما أنه نسقوا تكوشي الجماهير كان بالإمكان مثلا ذي المرحلة وانت قوال هو نقاولوا إلى الجماهير الأول لأنه عام مازال القضية ويحسي مشان نهائيا ولكن نسيوا ثمانية الجماهير في نفس الوقت نشط المواطنين أنه ينزل نشان حاجة الحدث نوني اتصل نكوس أسوأ زي نغزي إبراهيم نغزي العائلة المرحوم على أساس أنه لخفيد فيما يخص يعني تقديم الشهادات في الحديث ومن النهني مارة فنت
هذا الفن تشلو شي شهاده ديال ما تنفع انه غير شهاده تاع المهمه جدا لقيت اولاد سمعنا القد من عدم من يمن عام شهاده الفن ومن جهه اخرى يعني عندي واحد كلام يعني نقول حتى السلطه السياسيه القائمه فيها انا كنقول لهم الجريمه واضحه جريمه واضحه والمذنب واضح ومعروف بغيتوا تستروا عليه وتخدموا بهذاك القضاء ديال التعليمات خلات مش لكم ولكن الفارق يكون واحد المثال اللي عنده باب وحده الله يسدها عليه انا كنقول الا قطعنا جميع اشواط ما يسمى بالعداله المغربيه وما تحققتش العداله في هذا الملف غنتجئوا المليليه وما غنفاجئكمش هذا القرار الا التجئنا للنيابه العامه الاسبانيه انها تفتح لنا التحقيق في هذا الملف هذا ولكن غنحترموا العداله المغربيه وغنقطعوا جميع المراحل ديالها ما عطاتناش والو نقدموا المليليه يعني هذا يعني هذه مساله كندرسها مع يعني الناس المتخصصين في القانون لحد الان باقي ما حسبناهاش وما غاديش نحسبوا حتى نساليو جميع المراحل المتطلبه قانونا في هذه القضيه وتحيه نظريه ونعرف الكلمه وما نذكرها.